أليشي ماون استاتا بارلمنتاري لابوريست. أليس ماون كانت نائبة في حزب العمل من العام 1987 وحتى بضعة أشهر خلت إلى أن قررت الاستقالة. وكانت قد رفعت حتى العام 2003 الكثير من المساءلات البرلمانية طالبة من وزير الدفاع البريطاني القول إذا ما لجأت الولايات المتحدة إلى الأسلحة الكيميائية. وبعد أن نفى أكثر من مرة قال في رده في 13 يونيو 2005 التالي: إني آسف، تلك ليست الحقيقة، علينا أن نصحح ما ذكرنا. دمر الأمريكيون ترسانة النابالم التي كانوا يملكونها في فيتنام عام 2001، بيد أن تقارير مشاة المارينز العاملين في العراق في العام 2003 أشارت إلى استخدام سلاح MK-77. ولا تتألف قنبلة MK الحارقة من المواد نفسها التي تشكل قنبلة نابالم، غير أن لديها الأثر المدمر نفسه. وأعلمنا البنتاغون أن هذه القنابل لا تستخدم عادة في المناطق المأهولة بالمدنيين. قررت ألا أترشح بعد اليوم لأنني لم أشأ دعم حكومة ورئيس حكومة ارتكب جرائم حرب. في البداية بلغنا أن الجيش الأمريكي استخدم أسلحة مشابهة للنابالم، وقد أقروا بذلك في النهاية. كانت معاهدة صادرة عن الأمم المتحدة لم توقع عليها الولايات المتحدة قد حظرت استخدام النابالم. هل قنابل MK-77 مختلفة؟ لا، لا فرق أبدا، بل لديها أثار نابالم وقد بدل اسمها فقط، فهي تحرق أجساد الضحايا لا بل تذيبها. ومن المعيب أن الولايات المتحدة ما تزال تستخدمها، ومن العار أن تغطيها حكومتنا. بدأت هذه الحرب بحثا عن أسلحة الدمار الشامل، أليس من المفارقة أن تكون الولايات المتحدة قد استخدمت أسلحة الدمار الشامل؟ بالضبط، طالما كان خبث هذه الحرب فاقعا فكانت قد بدأت بذريعة البحث عن أسلحة الدمار الشامل، فيما كان الأمريكيون يريدون السيطرة على النفط في تلك المنطقة. ولكن لا يمكن الهروب من وجه الحقيقة، فعاجلا أم آجلا سيكون على الحكومتين الأمريكية والبريطانية أن تبررا هذه الجرائم. Alright, got auto range on it. Roger. Hey, Roger. Hit it. Got him. Good. Second one. Hit the other one. Hit the truck. Go to the right, see if anybody's moved by the truck. Take the trucks out. Is there anybody in the truck? Wait for movement. Not seeing any. Go ahead and store that. Auto range store. There's Oscar, another guy on it. Move right there. Good. Fire. Hit him. Roger. Wait for move by the truck. Come in right there. Roger. He's wounded. Hit him. Target the truck. Target.